تمام؟ اهي التشين نسميها سيكرنت والاوت انترفيس 1-1 ادفانسد مفيش، اوركسترا مفيش، اكشن ماسكورت اسمح له. دي حاجه اسمها سماح، بتقول له عدي له، عدي البورت الاولاني وعدي البورت الثاني والثالث والرابع وخرجهم له. تمام؟ يبقى انا جيت هنا في الجنرال لقيت التشين سيكرنت اهي الاوت انترفيس 1-1 مظبوط كده، وفي الاكشن ماسكورت. ممكن اروح اخد بقى منه كوبي، اخد منه كوبي سيكرنت 1-2 والاكشن ماسكورت كوبي، وبعدين اروح مغير في الجنرال 1-3 وهكذا مظبوط كده، من غير ما تعمل انت حاجه، انت بس عرفت السطر الاولاني. يا دايما الدم السطر الاولاني تعرفه وتشتغل على الباقي. انا بعرفه لكم مش لكده، عشان تبقى بس فاهم الدنيا فيها ايه او الرول اللي ناقص، لكن بعد كده ان شاء الله اشتغل بسكريبت وخش اعدل فيه براحتك. طيب بعد كده في الدمج في معانا الراوتس مظبوط، انا خلصت المنجل. الراوتس دي اللي هي اهم ايباهات الراوترات بقى. انا هنا في المثال اللي احنا اللي فوق ده شغالين 5 10 15 20 يعني 5 1 10 1 15 1 20 1، بس الواحد دي بتتكتب فين؟ في الراوتس. هذا قائمه الاي بي راوتس اهي، اي بي راوتس قدامك اهي مكتوب فيها قدامك الراوترات كام؟ 5 1 10 1 15 1 20 1 تمام؟ هاخدهم، هم متكررين تاني ليه؟ هقول لك انا بقى متكررين تاني ليه جوه. هفتح قائمه اي بي راوتس اللي انتوا عارفينها دي، اللي احنا المره اللي فاتت بنحط فيها اي بي الراوتر. بص كده دي حاجات نزلت لها اوتوماتيك من البرمجه اللي انت عملتها. هفتح الترمينال اهي بس بص كده. خد بالك ان انا لو ما ضغطتش انتر، بص لما اضغط انتر هم تحت كام؟ 12. لو انا خرجت عادي مش هيكمل، لما ضغطت انتر بقى 13. اخر سطر دايما ما يضافش غير بالانتر. تمام؟ هاجي ابص هنا كده ايه اللي حصل؟ انا هنا ما عملتش اي حاجه غير ان انا كتبت له اي بي راوتر جيت واي زي ما انت كنت بتكتب. والراوتنج مارك، مش احنا كنا عاملين راوتنج مارك في رول من رولات المنجل؟ قلت له خد بقى الوان واحد، ما هو هيبتدي بقى بالراوتنج مارك ده انا كنت عامله مخصوص علشان في الراوتس ياخد ويجمع. مظبوط؟ طيب هيجي هنا اهو قدامك راوتنج مارك 1-1. انا كتبت اي بي الراوتر الاولاني وما عملتش اي حاجه 1-1. هاخد منه كوبي وهكتب اي بي الراوتر الثاني والراوتنج مارك 2 3 4 وهكذا. ده السطر اللي بيتكرر. ايه اللي حصل تحت هنا بقى؟ وليه الارقام دي مختلفه؟ طب شوف كده، بص هنا ديستانس، هنا 1 1 1 1 مظبوط، اللي هم الاربع خطوط. ليه عملتهم محايد؟ مش الاربع خطوط اساسا رئيسيين معايا في الدمج؟ هو فيهم واحد رئيسي وواحد فرعي؟ مفيش مظبوط. طيب بص تحت هنا كده السطر اللي تحت ده، وهناخد برده منه كوبي. السطر اللي تحت ده مكتوب في ايه؟ الجيت واي، ومفيش هنا راوتنج مارك، بس الديستانس الاولويه. ديستانس يعني اولويه. الاولويه لايه؟ للخط الاولاني تمام، وبعدين الاولويه هنا تاني لايه؟ 2. ده تاني يعني تاني خط مظبوط، وبعدين هنا ايه؟ 3 وهنا 4.